رأينا في الحلقة السابقة كيف مات زعيم السحر الأسود، ومن الذي قضى عليه؟ من الذي ذبحه وخلاه كذا شكله؟ شوف كيف ميت، شو الموت الخايسة ذي؟ وشاهدنا أيضا من هو هذا الشخص الغريب الذي خرج من فوهة الهرم؟ من هو هذا الشخص الطيب الذي تحول إلى ساحر أسود؟ شوف كيف ميت يا ولد، قوم، هذا السحر الأسود سوى فيك كذا، ترى السحر الأسود قوة مو بتتسدح لي. شو ايش في أمه ذا مزدح؟ لا خلاص قام. من هو هذا الشخص يا ترى؟ سميناه سداح. عاد لولي يبي يسمي سداح، انا ايش دخل اهلي؟ سنرى الان ماذا سيفعل سداح ولولي، هل سيستمرون في الشر المطلق حقهم وما عاد يوقفون يذبحون الناس، ام هل سيستطيعون الناس الطيبين ان يوقفوهم عند حدهم؟ هذه ضحكه شريره، ايش عرفك انت وياه؟ في صباح يوم مشرق مليء بالمرح والانس والسعاده، كان هناك مجموعه من الناس يركضون مريحين، هم ما ادري وين رايحين يركضون الحين، بس انهم رايحين مكان، وهناك ناس في المؤخره كانوا يلعبون كيرم. شوف ماسكين العصا حق الكيرم، ما له عصا صح، كانوا يلعبون لعبه بس ما ادري وش هي. وهناك ناس على اليسار كانوا يحرثون، لكن الى ان جاء اليوم الاسود، جاء اليوم المعتم المليء بالسواد. لولي وسداح يهاجمون هذه القريه اللطيفه الظريفه، الناس اللي فيها كانوا سعيدين بعدين صاروا مو سعيدين من الجلد اللي جاهم. بدا سداح، مو سداح شو اسمه الا صح، سميناه سداح. سداح ولولي بدأوا يجلدون الناس الطيبين هذولي، بدأوا يعوذون في الأرض فساد ويجلدون كل الناس، حتى أن الرجل الذي يبيع الطماطم والفواكه وش في صدم خوية طيب، حتى هو لم يسلم منهم، كان يبيع أغراضه. لكن ها هما سداح ولولي قادمون من تلك الجهة المرعبة، يتقدمون نحو صاحب الهدايا خوينا، بس ما أدري ايش في طار وهو باقي ما وصل لهم، شكله من الخوف، شكله خاف منهم لدرجة أنه مات قبل ما يوصل لهم. لكن هو ما كان مستعد، يعني ما يدري وش هذول الاثنين اللي جايين عليهم، وطارت الطماط والبرتقال والاغراض حقته طارت. شوف قاعد تطير، ما علينا خلنا نشوف هذولي. هذولي شاف اخويهم اللي يبيع طماط، قال لا يا ابوي والله نفزع له، او على الاقل نشوف شو السالفه. شوف هذا انسدح مات من الصدمه اللي قبل شوي، يعني مسكين حتى ما انه يعني ما مات من حرب، مات من حادث. بالله ايش موقفك الحين؟ شوف شكله، ما علينا. ها هما سداح ولولي يتقدمون بكل شو اسمه ذيك غضب، يتقدمون بكل شغف للقتل. وناتي لهذه المدينة المليئة بالسعادة، كان هناك يوم احتفال عندهم، ذكرى ما ادري ذكرى ايش، بس انه ذكرى مشية الزومبي اسمه، شوف مشيتهم اصلا كيف، فكانوا يحتفلون وسعيدين ويمرحون الى ان شاهدوا ذلك الشيء الذي قادم نحوهم. وين ايه هنا؟ ها هما سداح ولولي قادمون الى المدينة هذه. طبعا سداح ولولي وقتوا المعركة متى تبدا، مو المعركة، وقتوا الناس متى يتجمعون عشان يقتلون اكبر عدد يقدرون عليه من الناس. ها هما سداح ولولي ويتقدمون، بدوا يشيلون الناس هذولي من المدينة كاملة. الناس مشكلتهم يعني يحبون اللقافة، مو انهم شافوا ان اخوياهم يجلدون وانحاشوا، لا قاموا كلهم حتى هم يبون يشوفون ايش السالفة، يعني ليش والله شوف ذولي قاعدين يجون من فوق، مطر صار، والله شوف هذاك وين راح، اوه شوف الثاني، مع السلامة يا عيال. سداح ولولي لا يعرفون الرحمة، هذول الناس ما زالوا يتقدمون نحو سداح ولولي. وتحول هذا الاحتفال من احتفال مليء بالسعادة الى احتفاء مليء، احتفاء وش هذه، الى احتفال مليء بالجثث والدميان، مع انه ما في دميان ما اشوف، بس انه هو في دميان بس احنا ما نشوفه ترى، لان لون الدم حقهم غريب. فتحول هذا المكان من احتفال الى مكان مليء بالحزن والاسى، انظروا الى هذه الجثث مرمى في جميع الاماكن. ايش هذا؟ والله صدق جثث كثيره يا عيال، ترى 300 جندي، مو جندي 300 مواطن كانوا، وما زالوا سداح ولولي يجلدون. ها هناكم ايه قاعد ادور لهم انا، هذا واحد هذا هنا الثاني. خلاص يا شباب سداح ولولي تعالوا من ابليس، هذول هم اخر اثنين من المواطنين. لا في ناس هنا بعد. في يوم من الايام استجمع صاحبه او زعيم السحر الاسود قواه واستيقظ من الموت، قام يعني كان ميت بعدين قام، او شكله كان مغمى عليه ما كان ميت، ما ادري سالفته. فوش سوى؟ استدعى اخوه من الرضاعه، شوف حتى مو بنفس الطول، شكله بنفس الطول، لا نفس الطول. وبرضه ما وقف على ان استدعى اخوه من الرضاعه فقط، استدعى احد الجنود حقينهم. وين راح الجندي؟ ايه هذا هو صاحب الربطات الذهبيه. هذا الجندي لم يتحول بفعل السحر الاسود، هذا الجندي هو اللي اكتشف السحر الاسود وقام بوضعه في ذلك الهرم عشان الناس يطيحون ويتحولون. هو يستاهل، هو اللي راس البلد، كيف اقدر اضرب المعفن هذا؟ هو اللي خرب ام الناس. فهل يا ترى بيقدرون هذول يوقفون لولي وسداح عن حدهم؟ ويتقدمان زعيما السحر الاسود وصانع السحر الاسود، ويتقدمان سداح ولولي، لكنهم لا شو اسمه هذا زعيم السحر الاسود لن يستطيع ان يواجه سداح ولولي، لانهم تشبعوا من السحر الاسود. 7 سنوات مات زعيم السحر الاسود على طول، والله ما توقعت يموت كذا بالسهوله ذي. هي قم
شوف عيونه باقي ما غمض الا والله اكس خلاص مات خلاص ما بقى الا هذولي، هذا واخوه اللي من الرضاعه شكلهم بيموتون يعني حتى هم بينتهون. شوف كيف قاعدين ينجلدون، مات الاول اللي هناك، باقي الثاني، باقي زعيم واحد. ها شوف قاعد يمسك يا معفن وماتوا. بعد ان راى زعيم السحر الاسود ان الوضع مهبله حرك مسرعا الى الارض وقاعد يركض لطلب العون من سكان الارض، حتى اخذ مع الدجاج حقين عشان يكونون اسرع في المشي. وهو تجمع بسكان الارض الاساسيين وقاعدين يتفقون لخطه عشان يواجهون زعيم او يواجهون سداح ولولي، بس ما ادري ايش هم المفروض يفكرون، بس انهم قاعدين يركضون. شوف السمك ذا طاح فوق المدفع، يا الاهبل بيطرق عليك الحين بتموت، بتخرب الخطه حقتكم. لا يطلق، لا تطلق يا جندي يا معفن، هذا بس اتفاق انتوا. والله وين راح ذا؟ لا والله اللي فزتوا. اتفقوا على ان يجمعوا اكبر عدد ممكن من الجنود ليواجهوا لولي وسداح. من جمعوا يا ترى؟ نرى اثنين من زعماء السحر الاسود واثنين من صانع السحر الاسود، ونرى ايضا مدفعين او منجنيقين. نرى ترامب في المقدمه بجانبه اثنين من الملاكمين العاديين وواحد من الملاكم الخطير اللي يسهر طول الليل، ونرى هنا ايضا كم واحد ام 16. لحظه ضيعت، 1 2 3 4 5 ام 16. حطيت هيلاري بس ما ادري وين راحت هيلاري. اي هذه هيلاري هنا. وفي الجهه اليسرى ما ادري كم واحد من ابو هيروات والناس المزارعين اللي انجلدوا في البدايه، لكن هذول اللي باقي منهم. كل اللي تشوفونهم حاليا الباقيين بس من المعارك. هنا الساموراي ماستر، هنا الماستر، وهذا الساموراي العادي. ثلاثه من الساموراي ماستر واثنين من الساموراي العاديين. نرى الملاكم اللي انجلد في البداية او في الحلقة اللي راحت، تشوفوه هنا حتى الهلمت باقي معه ما شالها، مع ان حشينا الهلمت حقته بس برضه باقي ما شالها. وهنا ايضا نرى نينجا زعيمهم بالربطة الحمراء وهم العاديين ما عندهم ربطة، يعني ما ادري ليه الربطة بتفرق، كلكم مجلودين. هنا ايضا نرى بيمر، اربعة من البيمر، ونرى ايضا ثلاثة ذو السقف وبياع الطماط حضر ايضا الى المعركة للانتقام، وثلاثة من البراميل. يا ترى هل تتوقعون سكان الارض المتبقين راح يقدرون يغلبون سداح ولولي، أما السحر الأسود اللي مع سداح ولولي بيقدر ينهي سكان الأرض الباقين؟ نرى سكان الأرض يتقدمون متحدين مع سكان الفضاء صاحبين السحر الأسود الطيبين اللي ما عاد يبون شو اسمه السحر الأسود، يبون ينهونه، ويقابلهم في الجهة الأخرى سداح ولولي متقدمين من تلك الجهة. هذا بياع الطماط نشف في الشجر، هذه ولتها حسبي الله على إبليسك يا أهبل. بياع الطماط مات بدون شرف طبعا لأنه مات على طول. وهذه البراميل المتفجرة بدأ الناس يقصفون، بدأ الجلد، وين البيمر ما أشوفهم يرمون إلى الآن، بدأت المنجنيقات ترمي، بدأ الام 16 يرمون. والله على التفجير المنجنيق الغبي بيشيل البوكسر حقنا أخوينا، لا كويس ما جت فيه الطلقة. إلى الحين ما أشوف أي سداح ولا لولي تضرروا أو ماتوا، القصف ما زال مستمر. هذا هو البيمر قاعد يحرق، هذا شكل السداح اللي هنا اقرب واحد لنا، شوف فيه ظرف في يده حتى، لكن ما ندري يا ترى من راح يفوز. وين لولي؟ لولي ضيعناه. ايه لولي هنا قاعد يجلد الساموراي، والسداح هنا قاعد يجلد هذول اللي هنا. سداح وينك؟ وين سداح؟ يا حبيب. ايه هذا هو. خلونا نشوف نهاية المعركة هذه. لم يتبقى من سكان الأرض إلا شخص واحد فقط يهرول فرحا أن ما بقى إلا هو، لكن غبي يعني وش الفل في الموضوع؟ ما بقى إلا أنت، طيب تسولف مع مين؟ تضحك مع مين؟ نفسية، شكلها نفسية، ما علينا. الشخص هذا الوحيد لكن أذكى شخص موجود على الكرة الأرضية. ماذا فعل يا ترى؟ راح جذب لولي وسداح إلى هذا الهرم، الهرم حيث بدأ السحر الأسود، لكن ماذا سيفعل يا ترى؟ لنرى ذلك. ها هو آخر شخص متبقي على الكرة الأرضية في أسفل الهرم، لكن ما هي خطته يا ترى؟ ما هي الخطة الدفينة التي يجهزها من سنين لقتل لولي وسداح؟ لنرى ذلك. قام هذا الشخص باستدراج لولي وسداح الى اعلى قمة الهرم، وقاعد يقول لهم اتحداكم تجوني، لكنه ذكي جدا لانه استفز لولي وسداح لكي يسقطوا في هذا الهرم ويفوز هو. لنرى ذلك، هل خطته ستنجح؟ قاعد يحاول يستفز لولي وسداح من اعلى قمة الهرم، لكنهم ناشبين في الفتحة، ما ادري ايش يا شباب، ايش في ناشبين؟ يا قاعدين يترقبون يقولون شوف شوف بيجي خليك اذكى منه، هو خلي اللي يطيح في الحفرة ونحوله معنا يصير خوينا، لكن خطة خوينا شكلها بتقلب عليه. يا سبك انت خطتك، ارجع نصيحتي ارجع. استوعب صاحبنا ان خطته ما منها اي فائدة، فقام بتغيير الخطة وقال العنف يقابل العنف. ماذا فعل يا ترى؟ جمع اصحاب البراميل هذول كم واحد؟ 250 شخص، وقال لازم نواجه العنف بالعنف، هذول ما ادري ايش فيهم مغرزين هنا بس ما عندنا مشكلة، هذول سداح ولولي متقدمون، سداح ولولي متدمجين شوي، والله على التفجير، والله على التفجير. اوكي سداح ولولي هل قاعدين يتدمجون ولا لا؟ ما اشوف شيء من قوة التفجير اللي قاعد يصير، هنا في واحد منهم، منو ذا اللي هنا؟
هذا هو توقع توقع هذا لولي هذا لولي لولي قاعد يتدمج لكن ما مات إلى الحين. قاعدين نخسر ناس بس ما قاعدين نجلد لولي. لولي ينسدح. لا قال لهم سبرايز باقي ما مت. ولع الانفجار اللي صار تو هناك. وقال مات مات لا ما أدري إيش فيني قاعد انتظرهم يموتون. هو المفروض أن الشخص اللي شفناه هناك كان آخر واحد في العالم بس هذول طلعوا من تحت الأرض كانوا زابنين وقت المعارك وخايفين لكنهم طلعوا ينقذون الموقف. تجمعوا الحين بالأسلحة الباقي من المعارك اللي راحت وقاموا يجلدون سداح ولولي. ما قدرنا ننهي سداح ولولي بكل الطرق لكن إلى الحين بنحاول. هذول أتمنى إنه ما يصدمون أخوياهم يموتون لأنكم آخر ناس باقين على وجه الأرض. فأتمنى إنكم ما تموتون يا عيال. لا تصدمون بعض. أوكي الـ M16 قاعدين يجلدون. كفو عليكم البراميل المتفجرة. البيمر ما رموا إلى الحين فأتمنى إنهم ما يرمون أخوياهم. بيمر لا ترمون اخوياكم اتمنى اتمنى. الام 16 بدأوا يجلدون. ماتوا الام 16 اتوقع. والله التفجيرات يا جماعه تكفى انكم ما متوا تكفى. باقي الاثنين سداح ولولي ما زالوا صامدين سداح ولولي. فازوا سداح ولولي. والله وين ذا اللي يطير يقلع ابليس طار سلاح معه بعد. سداح ولولي هنا قاعدين يطقطقون على واحد. طفح الكيل من هذه المعارك البارده. جمعنا 300 شخص ام 16 من تحت الأنقاض. كانوا في ناس ما زالوا حيين يعني متضررين شوي فعالجناهم وخذنا الأسلحة الباقي اللي موجودة في الأرض. قاعدين يقابلون شو اسمه ذا سداح ولولي. أتمنى أنكم ما ترمون على بعض يا شباب لكن أتمنى أنكم تنهون هذولي. شوفوا الرمي اللي قاعد يصير. وال يا الرمي. أوكي شوف شوف القصف. وال يا إلهي ما هذه النيران التي تنطلق من كل مكان. وكلهم الحين كل اللي موجودين قاعدين يرمون. صح انهم ذبحوا بعض لكن انا ما عاد اقدر اتحرك من اللاج اللي قاعد يصير في اللعبه. سداح ولولي قاعدين يسيطرون على المكان. والله هذا وش جابه هنا وش طير عندنا. اي 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 يا شباب لاك والله ما عاد ادري وش السالفه. من اللي مات من اللي ما مات. ولي اللاك لحظه يا شباب خلني اشوف على الاقل وين لولي وين سداح. اوكي راح اللاك. هذول في النص وش يسوون هنا كانهم ماتوا ماتوا. يقلع ابليس كم عندك هيلث. شوف الطلقات كلها تجي عليه بس ما يموت. شوف قاعد يضحك. شو ضحكتك الخايسه ذي. لكن هذا احسن حل انه ما قدر يوصل لهم. هذول اللي ماتوا ترى ماتوا من بعض من نيران بعض. هذا وش جابه هنا يا طيب وش جابك هنا. لولي ما زال صامد. هذا وش جابه هنا بعد. ذولي كيف جو هنا وش وصلهم. اتوقع انه لولي سحبهم يعني فشكنا بنروح فيها. وين لولي وين راح. اي هذا هو لولي هنا. احسن شيء ان الطلقات حقتهم قاعد ترجع لولي على ورا. هذا افضل شيء. سداح وينه طيب. سداح شكله مات. سداح مات سداح مات. اخيرا ذبحنا سداح. ها هو سداح. شوف عيونه كيف يا رب ما يجي يسوي له ريفايف زي ذيك المره. ما بقى الا لولي لولي بس. هل يا ترى بيقدرون ينهونه. انا كان ودي انهم يعالجون لولي يرجعونه الى شخصه الطبيعي لكن ما في امل من العلاج. ها هو لولي قاعد ما زال صامل. لولي صامل لكن الرمي ما زال مستمر. لولي قرب يموت. مات لولي. اخيرا انهينا هذه المعارك اخيرا. تعالوا يا شباب تعالوا. تحيه تحيه لكم. ودائما ينتصر الخير على الشر. بعد ايش يبوي بعد الجلد اللي صار. جلدوكم لولي سداح يا رجال. لا صح خلنا نرجع للقصه. انتصر الخير على الشر ودائما الخير يعم والشر يخص. ما ادري ايش دخل بس ان مثل هذا خلوه في بالكم يفيدكم بعدين. وبكذا نختم قصه لولي وسداح. اتمنى ان القصه عجبتكم. اذا تبون قصص اخرى اكتبوا لي تحت في التعليقات ومع السلامه.